بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. هنا طبعا من الشغلات المهمة اللي نكتشفها باستمرار، عندنا هنا طبعا 3 فيس. أنا ما أقدر أشغله على الستار أو الدلتا، بس فقط على الدلتا. الستار ما أقدر أشغله، فأنا هسه ربطته على الستار، بس ارتكبت خطأ وأرد أشوف الجهاز هذا الإنفيرتر يكتشف الخطأ لولا. هنا سويت أنا عندي 3 فيزات من ناية بدايات، خلينا نقول ذنيتش نهايات. فسويت تاني ربطت وحدة من النهايات، بدلتها ويا لدة، تلاحظ هذا ربطتها سويتها بداية والنهاية ما ترجعتها هناك، يعني صار عندنا اختلاف بالفيز. ايش تتوقعون، راح يشتغل الماطور لو لا؟ شوف الجهاز يتحسس الخطأ رأسا وما راح يشتغل، واكو شيء راح يصير بالماطور، هي ونة خفيفة. انطيه اوكي، لاحظ مجرد حركة من نطي فرة يريد يفتر، لكنه ما يعطيك غير ايرور 13، معناته اكو مشكلة هذا بالماطور. فهذا الجهاز بصراحة مفيد جدا حتى ينبهك على اخطائك اللي توقع بيها اثناء اللف. هنا اللف مالتي باعتبار خطأ، فالطاني اشارة دا يقول لي هذا الماطور بمشكلة، معناته اقطابه ما تشتغل بصورة صحيحة. تحياتنا لكم وشكرا جزيلا.